تمام. نبتدي بقى نقول اولا ايه الكبسوله الصغيره اللي اول ما تتعاملي مع اي حد تعرفي لازم تعرفي الخطوط العريضه دي. الحمل كوكبه الحاكم المريخ، اهم ميزاته هنقوله اهم عيوبه، لان مفيش حد في المطلق ملاك ومفيش حد في المطلق أكيد شيطان. طبعا. فاهم ميزات الحمل: قائد نشيط، محبوب، كريم، معطاء، صادق، حنون، صاحب صحبه، وحماسي. ابرز عيوب الحمل ايه بقى؟ التهور والعصبيه والاندفاع وسوء الظن. ما عندوش حسن، دايما لما بيتعامل هو مع حد عنده سوء ظن. تهور واندفاع فعلا ابرز وسوء التناقض ظن. اللي في مولود الحمل، هنقول التناقض اللي في كل برج، ابرز التناقض اللي في مولود الحمل بالرغم من انه صاحب صاحبه جدا، يعني مولود الحمل معروف انه صاحب صاحبه بس الا بياع انه جدا. لا، استني بس. برافو عليكي، لما بتتعارض المصالح بيبيع صاحبه. يعني انت يا حمل صاحب صاحبك وبتقف، لكن خلي مصلحتك كده تقف قدام مصلحة اي تصطدم. حد تاني، تصطدم بحد هتاخد مصلحتك وده بس. التعارض. خلينا نقول ايه، احنا مش دكاترة نفسيين، بس خلينا نقول كل برج ايه العرض المحتمل. المحتمل، يعني شخصيته كده يتعرض لها المرض النفسي او العرض النفسي، المشكلة الهستيريا. نفسية يعني. الهستيريا لان الحملان حاميين، فممكن يوم ما يتعرض لحاجة نفسية هتبقى ايه، يبقى اقرب حاجه الهستيريا. افضل ايام الاسبوع للحمل هو يوم الثلاث. التور طيب. كوكبه الحاكم فينوس، اهم ميزاته صبور، عملي، حنون، ناجح وواقعي وطموح، وعاقل ومخلص ومتعاون. بس غدار. لا، ابرز تور. تور غدار. ما احنا هنقول بقى ليه ابرز عيوب التور: العند والتشبث بالراي، وشيال بيشيل في نفسه، يعني لما يزعل من حد بيشيل شويه. التناقض اللي موجود في برج التور بالرغم من واقعيته الشديده وان هو عملي، الا انه لما بيحب حبه عميق جدا جدا، وما بيقولكش انه بيحبك، يتصرف لكن حبه عميق قوي، ومش هقول لك اني بحبك. افهم بقى، افهم من تصرفاتي. الايام المهمه عنده الجمعه، افضل ايام ايه اسبوع. المشكلة المرض النفسية اللي اللي ممكن؟ ممكن يوم ما هيصيبه حاجه نفسيه، اقرب حاجه نفسيه الهذيان. الهذيان يعني ايه؟ انا طبعا مش دكتوره، بس حاولت اجمع كده من العلم النفسي عدم كده. التركيز. الهذيان هو اضطراب في الذهن او الوعي او الانتباه. انا ما طلعتها كده، يفتكرش. مستوى اليقظه عنده عالي لانه اصلا طول حياته يقظ وعملي، فيوم ما هتصيبه حاجه هيضعف، هيبقى عنده الهذيان. الجوزاء، كوكبك الحاكم يا جوزاء هو عطارد، اهم ميزاتك كريم، محاور، بارع، غير روتيني، متجدد، خفيف الظل، اجتماعي، محب للحياه، متكلم، ايجابي، متفائل. ابرز عيوبك يا جوزاء هي التقلب او التناقض في شخصيتك والفضول الشديد، عندهم فضول كيوريوسيتي، كيل ذا كات. وكثره الكلام. هو بيتكلم كتير جدا، وكثره كلام الجوزاء بتوقعه في الغلط. التناقض بقى اللي في مولود الجوزاء ايه؟ الا انه هو واضح على فكره وصريح ومندفع كده في كلامه، وبالرغم من وضوحه الشديد جدا الا انه عنده قدره شديده انه ما يبينش اللي جواه، يعني يبقى قاعد كده. يعني واضح ومش واضح. ما هو ده سبحان التناقض، ما الله. احنا بنقول في كل برج في تناقض. انت اصلا يا جوزائي واضح وصريح، لكن اللي جواك عندك قدرة شديدة جدا على انك تبقى الغموض. قاعد في غموض. المرض النفسي اللي ممكن يصيب الجوزاء هو ايه؟ طبعا دي عارفينها، شيزوفرينيا، لان هو هو دبل مش كذا دبل شخصية، فيس. هو كتير شخصيات مع شخصيات بعضها. كتيرة، فممكن يصيبه الشيزوفرينيا. السرطان، كوكبك ايوه، اسمعي بقى قولي بالراحة. ال... الكلام حلو الكوكب بقى. الحاكم ليك هو القمر، اهم ميزات السرطان: معطاء، رومانسي، حساس، موهوب بالفطرة، كريم، ملتزم، متعاون، داعم جدا، دبلوماسي، لين، انساني، وحد سعالي. ابرز دي عيوبه، مشكلة. حد سعالي دي مشكلة. ابرز كل عيوبك المميزات وابرز دي عيوب كل مشكلات. مواليد السرطان: متقلب، مودي، قماص، يا قماص. شدة الحساسية، حساسة جدا قماص. جدا. التناقض بقى اللي في شخصيتك، وبالرغم من انك حدسك عالي جدا الا انك تقعي في دايما الشخصيات بوب كورن يا الغلط. باشا، بتقعي في الشخص بوب الغلط. كورن. طبعا. عارفة البوب كورن؟ عارفة البوب كورن اللي بيطقطق طول الوقت بقى. ايوه، حواليها بوب كورن. حدسك عالي الا موعود. ان اختياراتك موعود في فمنين. بصي بالغلط التناقض موعود. ازاي حدسك عالي وازاي، ما هو ده التناقض. هنشوف كل برج تناقضه، فانت اختياراتك خاطئه في الاشخاص. المرض النفسي اللي ممكن يصيب مواليد السرطان هو الاكتئاب. افضل الايام يوم الاثنين. الاسد، الكوكب الحاكم للاسد هو الشمس، اهم الميزات كريم، شجاع، جريء، واثق في نفسه، انيق، مهندم، قائد، اجتماعي، حنون، منظم، ناجح. هو قائد فعلا. ابرز العيوب للاسد: حب الظهور وحب التملك والسيطره طبعا. جدا. شو التناقض اللي في شخصيته انه بالرغم من احساسه العالي قوي بنفسه مش بيثق في نفسه، الا انه لما بيحب ممكن يتنازل ويجي على نفسه، يعني انا نفسي دي في حته محدش يجي عليها ومش هتنازل، بس لكن احب يوم ما اختلف تماما. هيحب قوي انا مش هشوف نفسي.
صح. ده للاسف المرض النفسي اللي ممكن يصيب، او الحاجه النفسيه اللي ممكن تصيب المشكلة النفسية المحتملة، خلينا نقولها لا كده. اضطراب الشخصيه النرجسيه. اليوم المميز الحد، اوكي العذراء، نعم اسمعيني بقى انا معاك يا باشا. تعالي جنبي هنا. الكوكب الحاكم هو عطارد. اهم ميزاتك الدقه والنظام والترتيب، طموحه، ناجحه، قويه الملاحظه، ذكيه، لماحه، يعتمد عليكي، مبتكره، مستقله، واقعيه وعمليه. جدا. طيب عيوبك، ايوه كتير الحمد منتقد، لله، منتقد لاذع غير طبيعي جدا، وده بيزعل الناس منك. زعلك وحش، يا ما بتزعلي قوي، ممكن تقلبي. ردود فعلك غير محسوبة. غير متوقعه، كارثيه بصي بقى، كارثيه. بتفكري كتير جدا، حتى العذراء حتى وهو نايم بيفكر. يعني انت نايمه، ممكن حد يسمعك وانت نايمه، طب هعمل ايه، طب هروح ازاي، فهيصحوكي. انت العذراء بيفكر بشكل فعلا كتير كتير عليكم. يعني نقول بقى المرض النفسي المشكلة النفسية الوسواس المحتملة، القهري. الايه؟ بلاش المرض الوسواس كده، القهري الوسواس القهري من كتر النظافة قلق والدقة. وقلق قلق قلق، بتفكري في حاجات من كتر التفكير يجيب وسواس قهري، فبتقلقي من بالظبط. كل حاجة. اليوم المميز بالنسبة لك الأربع نهاردة. النهارده الميزان، الكوكب الحاكم للميزان هو فينوس. أهم ميزاته دبلوماسي متوازن، لا يطلق العنان لقلبه ولا يترك عقله يسيطر. يعني كان ولا معانا هسيب ده محمد يسيطر يحيى دلوقتي ولا هيسيب ده يسيطر. رزين، مسالم، مجامل، موضوعي، مرهف الإحساس، محل ثقة، منظم، يجيد التعامل مع كافة شرائح البشر. أبرز عيوب الميزان، ما بيحبش المواجهة خالص، ما بيعترفش بالخطأ، زئبقي، يعني ملوش ماسكة، وغير حاسم واتكالي. التناقض، بالرغم ان اللي احنا قايلينه ده دلوقتي في الميزان ان هو موضوعي ودبلوماسي، الا انه اوقات كتيره بتنتابه ازدواجيه غريبه. يعني المفروض ان العادل والدبلوماسي ده يبقى واخد خط، ده صح ده غلط، لكن هو بتنتابه ازدواجيه، بيتارجح ما بين العقل والعاطفه، ما بين الصح والغلط، ما بين الهدوء والعصبيه. يعني ممكن تلاقي واحد ميزان هادي وعصبي، رومانسي وواقعي، فالميزان وجامد. بتنتابه ازدواجيه غريبه. المرض النفسي اضطراب القلق النفسي الحاد، قلقين جدا جدا جدا. اليوم المميز الجمعه. العقرب، الكوكب الحاكم للعقرب هو، احنا قلنا قبل كده ان الكوكبين، الوحيد اللي بيحكمه كوكبين هما المريخ وبلوتو. اهم ميزات العقرب، كاريزماتيك، خفيف الظل، ذكي، انيق، محبوب، ملفت للنظر، واثق في نفسه، كاتم للاسرار، شخصيه قويه مش سطحي، عقله حاضر. ابرز عيوب العقرب الغيره. العرب ملوش عيوب، لا العرب يا ستي، لا لا ليه الايجو اللي عندي يقول لك انا هقول، ماليش عيوب. هو غيور جدا، من اكتر الابراج غيره على غيره. الاطلاق، لا ينافسه فيها غير الاسد. وكمان الشك، شكاك جدا شك يا جدا، حبيبي، منهجه وغامض، يعني ولا شك. يعطي الثقه بسهوله، ما يديش حد الثقه بسهوله العقرب. التناقض بقى في شخصيه العقرب، مش بيحب الشخصيات الغامضه المريبه، وهو من اكتر الشخصيات الغامضة الغامضة المريبة، المريبة. يعني ما بيحبش الصفة اللي موجودة لا فيه. ما يحبش يتعامل مع الغامضين والمريبين، يجهدوه. امال يتعامل، وهو هو مجهد اصلا. وهو لو بص في مرايته، ما كسرش مرايته كده وبص فيها، هيلاقي ان هو غامض، اللي حواليه بيشوفوه دايما. العقرب ما تتعاملي معاه كده تلاقي علامات استفهام، عايز حل. هو ليه، تلاقي ناس بتسالي هو ليه عم بيعمل كده، هو ليه اتصرف كده. طب هو العقرب، ايه نوعية الشخصية اللي تستهويه بقى طب العقرب؟ هو ليه، هو ليه بيتصرف كده؟ ما بيحب، عكس شخصيته الواضحة عارف، يعني كل او متجذبين، الواضح. هو عايز الشخصية الواضحة، ما تجهدوش، ما بيحبش الإجهاد، هو أصلا مجهد وما بيحبش اللي بيجهده. المرض النفسي اللي ممكن المشكلة النفسية المحتملة، بلاش المشكلة نقول المرض النفسي، المشكلة النفسية اللي المحتملة هو أكثر لبرج تعرضا العقرب. ليها، جنون العظمة. لا ده طبيعي طبيعي. يعني. جنون العظمه، مرض جنون العظمه. واليوم المميز بالنسبه له الثلاث، القوس. بيحكم المشتري. اهم ميزات القوس بقى ايه؟ طموح، منفتح، حماسي، صريح، ومندفع مستقل، منطلق، ورحلات مثابر، وسفر. ما بيحبش الفشل، ايجابي، ذكي، اجتماعي. ابرز عيوبه، ما بيتسامحش بسهوله خالص، صريح بدرجه جارحه، عدواني. التناقض بقى، وبالرغم ان القوس بيحاول ما يزعلش حد منه، الا انه بيقول كلام بيزعل منه طوب الارض. يعني هو يعني ان هو زي الحمل كده، هو قريب الدفاع. ناري. فهو القوس طول عمره بيحاول ما يقولش كلام، بس هو كلامه بيقول الحقيقة بدون تجميل، والحقيقة دايما مش بتريح، لا وساعات مش بيجملش. الحقيقة، لا وساعات ما بتبقاش الحقيقة، بس هي في بتبقى خط رفيع ما بين يعني بتبقى الصراحة والتانية.
والتانية. فهو لازم يفرق من الخط اللي ما بين يكون صريح بالدبلوماسيه ما بيعرفش فبيزعل طوب الارض منه. العرض او العرض اللي قوليها يا سوس المشكله النفسيه اللي ممكن يتعرض الهوس اللي هو القوس ممكن يتصرف بشكل متطرف. عارفه مهووسين سفر مهووسين موضه عندهم الاكستريم في فالقوس اكتر الابراج اللي ممكن يجي لهم الهوس اليوم المفضل الخميس. الجدي يا جدي كوكبك الحاكم زحل اهم ميزاتك عملي طموح مستقل في هنا معنا كتير قوي جدي عزيز النفس جاد عنده عزيمه واصرار ما بيحبش الفشل كاتم للاسرار. ابرز عيوب الجدي اناني شويه عنيد اناني شويه سريع الغضب والانفعال لا يسامح من اخطا في حقه بسهوله. اللي هيغلط في حق الجدي مش هيتسامح بسهوله. التناقض بقى الجدي ما بيحبش اللف والدوران خلاص وهو هيدخلك البحر ويطلعك عطشان. هو ما تلفيش وتدوري عليه ما بيعرفش يتعامل مع اللف والدوران وهو بقى اعرفي يلف ويدور وما تعرفيش عنه الا اللي هو عايز يعرفه لك. فانت ما بتحبش اللف والدوران لكن انت بتدخل الناس البحر العرض النفسي مشكله النفسيه المشكله النفسيه المحتمله المحتمله نوبيه الغضب الشديده اللي تسمى في علم النفس الهلع. بس هو اعتقد عندهم نوبات غضب شديد عشان كده هم عندهم هلع. اليوم المفضل السبت الدلو. الدلو كوكب الحاكم اورانوس اهم ميزاته وابرز ميزاته مستقل مبدع متعاون عنده حب مساعدة الآخرين مسؤول مرهف الحس يعتمد عليه ذاكرته يقظة جدا وجريء يعني جدعنة هو جدع وبيحب قوي يساعد الآخرين عنده معطاء يعني زي السرطان يعني. وعنده حب للحياة وبيعترفش بالفشل خالص ومجامل. أبرز عيوبك يا دالو التمرد والعند والشك وشيال بيشيل في قلبه كده شيال. بس التمرد ممكن يبقى ميزة مش عيب متمرد على القيود عايز يكسر ده مش عايز قيود بيتمرد على القيود وإزاي. بس دايما الواحد احنا لازم يبقى كل بني ادم ليه قيود هو الرولز نمشي عليها او تعليمات او مبادئ. هو ما بيحبش فكره ما بيحبش القيود هو بيحب الحريه بالظبط كده. طيب المرض العرق المشكله النفسيه في حاجه في علم النفس اسمها باي بولر اللي هي طبعا اضطراب الشخصيه الحديه. النهارده هو مبسوط بكره هو عايز ينتحر بالظبط كده اللي هو يا اما انا معاك ومره منعزل في الاوضه مره بضحك قوي قوي وبهستيريا ومره بعيط بانهيار. فهو الدلو ما بين طيب اليوم اللي بالنسبه لسه احنا في الدلو اليوم المميز بالنسبه له السبت. الحوت بقى ختامه مسك كوكب الحاكم نبتون اهم ميزاتك خدوم معطاء بتحب السلام متواضع محترم موهوب محبوب صبور مقنع متسامح ومثقف وذكي. ابرز عيوب الحوت قلوق وغير حاسم برضو باقي كده ما بيحسمش مواضيع وبيعيش دايما في الخيال بشكل كبير جدا. التناقض اللي في الحوت وبالرغم من حساسيته وتضحيته ورومانسيته وطبته وعنده حدث عالي بقى الا انك ما تعرفش تاخد معاه ولا حق ولا باطل. تمام طيب هفضل ايام المرض العرض المشكله النفسيه هي التهيؤات او الاوهام والافضل يوم هو الخميس.